بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبات الصف الثامن، سوف نناقش في هذه الحصة الأسئلة المطلوب منكم حلها، وهي أسئلة الفصل الثالث من رواية الولد الذي عاش مع النعام. هذا الفصل بعنوان حين طلبت أم هدارة من راعي الجمال دولة أن يطلب العون من الله. في هذه الحصة في نهايتها المطلوب منكم إرسال حل هذه الأسئلة، فأنا سوف أشرح لكم اليوم إن شاء الله هذه الأسئلة كي تتمكني من حلها. السؤال الأول، لما كان يتميز رجل الصحراء دولة عن بقية رجال الصحراء؟ في هذا الجزء ظهرت شخصية دولة، وكان يوجد هناك وصف لهذه الشخصية. ما الصفات التي اتسم بها؟ ما هي صفات دولة؟ رجاء كتابة هذه الصفات. ماذا طلبت أم هدارة من دولة؟ أم هدارة هي أم الطفل الضائع. ماذا طلبت من دولة؟ ما هو الطلب الذي طلبته منه؟ السؤال الثالث، عندما هبط الليل كغطاء أسود، أكمل هذه العبارة بجملة من إنشائك. رجاء إكمال هذه العبارة بما ترينه مناسبا. أنت حرة باختيار العبارة، لكن يجب أن تكون تتناسب مع هذا المعنى. عندما هبط الليل غطاء أسود، ممكن أن تكمل الجملة بأن تذكري فعلا معينا قمت به مثلا. عندما هبط الليل كغطاء أسود، ماذا حدث؟ ممكن أن تذكري أي فعل أو أي حدث لتكمل به الجملة، على شرط أن يكون مناسبا للمعنى. السؤال الرابع، ضع العبارة الآتية في جملة مفيدة من إنشائك. أن تعطيني برهانا. ما المقصود بكلمة برهان؟ المقصود بكلمة برهان هو الدليل، يعني أن تعطيني دليلا. أرجاء منك استخدامها في جملة مفيدة. أن تعطيني برهانا، ممكن أن تستخدمينها في الجزء الأول من الجملة، أو ممكن أن تستخدمينها في الجزء الأخير من الجملة. أنت حرة بطريقة استخدامها، بشرط أن يكون المعنى صحيحا. أن تعطني برهانا، برهانا هو الدليل. السؤال الخامس، استخرجي من الجمل الآتية مفعولي الزمان والمكان. ما المقصود بمفعولي الزمان والمكان؟ ماذا يريد السؤال بالضبط؟ ما المقصود بمفعولي الزمان والمكان؟ مفعول الزمان أو مفعول المكان هو عبارة عن كلمة منصوبة، يعني حركتها تكون فتحة، النصب يعني حركتها الفتحة. إذا كلمة منصوبة تدل على زمن الفعل أو مكان الفعل، تدل على زمن الفعل أو مكان الفعل. إذا نعيد، مفعول الزمان والمكان هي كلمات منصوبة تدل على مكان أو زمان قيام الفعل. مثلا عندما أقول عاد أبي من العمل مساء، متى عاد أبي من العمل؟ مساء. إذا كلمة مساء ظرف زمان، نقول عنها ظرف زمان. ظرف زمان منصوب. لماذا قلت عنها ظرف زمان منصوب؟ لأنها دلت على وقت عودة أبي من العمل. مثلا كذلك عندما أقول وقف أخي أمام سارية العلم باحترام، وقف أخي أمام سارية العلم باحترام. أمام، وقف أخي أمام. أمام ما هي؟ نقول عنها ظرف مكان منصوب. لماذا قلت عنها ظرف مكان منصوب؟ لأنها تبين مكان الوقوف، أين وقف أخي أمام سارية العلم. هذه الجمل، كان الناس يتجمعون حوله كل يوم جمعة ليستمعوا إلى صلواته وتراتيله. أين مفعول الزمان أو المكان فيها؟ كان الناس يتجمعون حوله. لو سألت نفسك أين كان الناس يتجمعون، هذا الجواب الذي سوف يقول هو نفسه سوف يكون مفعول الزمان، مفعول المكان، لأنه سألنا بأين كان الناس يتجمعون. أين كان الناس يتجمعون؟ تعالي إلي في المساء، سأتوجه الليلة بدعائي إلى الله. سأتوجه الليلة، الفعل سأتوجه، متى حدث هذا الفعل؟
متى حدث هذا الفعل سأتوجه؟ عندما تجيبين عن متى سوف يكون هذا هو ظرف الزمان. تابع دولة صلاته ساعة بعد ساعة. تابع دولة صلاته ساعة بعد ساعة. أين مفعول الزمان أو المكان في هذه الجملة؟ أين مفعول الزمان والمكان في هذه الجملة؟ أو مفعول الزمان أو مفعول المكان؟ الرجاء استخراجه. الرجاء حل الأسئلة وإرسالها عند الانتهاء، والرجاء التواصل معي إذا هناك أي استفسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.